في عز الزحام وسط القهاوي وكتر الكلام، وسط الألوان والأضواء والإشارات والعربيات، في وسط المدينة وسط الحارات وسط الرجال بمن فيهم من ستات، وسط العيال اللي بتلعب كورة كأنه دوري وشباشبهم تسقف زي جمهور بلا أعلام، وطبل وزمامير جاي من هناك، أصل حاتم وسلوى أخيرا كتبوا الكتاب، وسط الحر والمطر وسط الدوشة والتراب عدى قدامي راجل عدت عليه أيام، وقف وقال لي إنه كان شاب زمان دماغه توزن بلد ميزان كل الأوزان، وقف وهتف في قلب ميدان وقلبه اتكسر وقت العدوان، لكنه اتوصف بشيء مختلف، اتوصف بالزهايمر ودواه داؤه دواه النسيان.